كويس جنبك شغال. ده انا قعدت تلكت هنا يعني. طيب بيتضايق لما حد يقول له صباحك زي وشك. انتوا ضحكتوا؟ طيب بالامانه كده اللي بيتضايق او بتتضايق من صباحك زي او زي وشك يرفع ايده. لا مش متضايقين. لا حاضر هسمعكم. على حسب هو قصد بيها حاجه وحشه بس هي مش حاجه وحشه. ماشي حلو قوي. هسمع هنا وهرجع لحضرتك اتفضلي. ايوه ماشي. على حسب الشخص اللي بيقول. ماشي حلو قوي. هو ورا شايفنا ولا لا؟ عشان انا الاسره خيبه انا عارف يعني. اوكي اتفضل. بتبقى هزار. طب مديري بتبقى هزار؟ لا طبعا صح. ليه؟ على حسب. حلو قوي. على حسب مين اللي بيقولها وبيقولها ازاي والموقف. حلو قوي. يعني دكتور عادل جاب المفيد يا. اوكي اتفضل. طب ممكن اللي بعده يعني مش عارف بيقطع ليه البتاع ده. ليه ناس بتزعل وليه ناس بتزعل مع ان الجمله واحده وتكون الطريقه واحده وجايز يكون الموقف واحد؟ ليه في ناس بتزعل وناس لا؟ ها ايوه اسم حضرتك ايه؟ كرولوس. جواها ولا جوايا؟ انا اللي عندي خلل في حته معينه، انا اللي مش متزن في حته معينه، وبالتالي اي كلمه هتدخل هتخترق النفسيه بتاعتي. فايه اللي يحصل؟ فتاثر باقل كلمه. اولا من سفر المزامير مزمور 139 ايه 14، حد حافظ الايه دي؟ احمدك من اجل اني قد ايوه عجبا. حلو قوي. كمالة الايه عظيمه او عجيبه هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. ده داود بيقول لنا المزمور ده في سفر المزامير. فانا متميز عجبا، فاذا صورتي الذاتيه عن نفسي تميز صح. طيب لو حد قال لي صباحك زي وشك وانا اتضايقت، هو المشكله مش في الشخص ولا في الكلمه ولا في الموقف ولا في الطريقه، المشكله في صورتي الذاتيه عن نفسي. لو انا عندي خلل في السيلف ايمج بتاعتي هيحصل ايه؟ اقل كلمه واقل موقف واقل فيشال اكسبريشنز هيحصل ايه؟ هيخبط في المشاعر بتاعتي والنفسيه تيجي الارض بسرعه. تمام. طيب واحد اسمه كوستاس ماركيدز، ده واحد مستفز كده شبه يعني، بيقول فزوره مستفزه وبتحدى اي حد يحلها في 30 ثانيه، وبيقول لنا كده بين قوسين ان اطفال بيحلوها في ال 30 ثانيه ويمكن اقل. وبما ان احنا مش في لندن ولا اطفال، هنحلها في قد ايه؟ 15 ثانيه. في ناس هتقول 30 يوم هنحلها خالص، وفي ناس هتتحدى وتحلها في وقت قليل. فاللي بيني وبين حضراتكم الفزوره والكام ثانيه وال 30 ثانيه. هقول الفزوره مرتين وبطريقتين مختلفتين عشان لو ما وصلتش مره توصل للمره الثانيه، وبعدين ننتظر وبعدين نسمع الاجابات. تمام. اول مره، ايه من القطع نقدر نحصل عليه؟ كويس. هو انا كنت شايف الدكتور اللي قبل كان مكلبش فيه عشان بيقعد تقريبا. طيب ايه اكبر عدد من القطع نقدر نحصل عليه لو قسمنا كيكة بأربع خطوط مستقيمة؟ لو معاك ورقة وقلم يبقى كويس. اوكي هقولها مرة تاني. عندنا كيكة وعندنا كام خط؟ أربع خطوط مستقيمة. لو عايزين نقسم الكيكة دي بالأربع خطوط دول، فإيه أكبر عدد من القطع أقدر أوصل له مع العلم هستخدم الأربع خطوط مرة واحدة بس؟ يعني لو نزلتهم كده خلصوا، مش هينفع اجيبهم ايه كده. 30 ثانية بدأوا وبعدين هسمع الإجابات. حاضر. بعد ال 30 ثانية. ما هي دي الطريقة التانية. هي نفس الأولى بس أنا غيرت في تكوين الجملة، يعني جبت كلام من الأول. هقولها مرة ثالثة. هقولها تاني. عندنا كيكة وعندنا أربع خطوط مستقيمة.
لو عايزين نقسم الكيكة لو عايزين نقسم الكيكة بالأربع خطوط، فإيه أكبر عدد من القطع أقدر أوصل له؟ مع العلم هستخدم الأربع خطوط مرة واحدة بس. حلو أوي السؤال ده، مش هجاوب عليه. فكري براحتك بقى، الشكل اللي أنت عايزاه. نعم؟ مش هينفع؟ أربع حتت بس، ماشي. في معلومات ناقصة؟ ماشي، أنا قاصد إن يبقى في معلومات ناقصة، وهقول لكم ليه. ها؟ لا، الخطوط دي هقسم بيها الكيكة. لا لا، ما تقلقش. بصوا، الأربع خطوط هقسم بيهم الكيكة بجد يعني، تمام؟ المعلومات اللي تقصدها، المعطيات يعني. حلوة، وهي دي الفزورة اللي قالنا الراجل كوستاس ماركيدز، وما اداناش أي معلومة إضافية. حلو أوي. في حد قال حط الرقم اللي أنت عايزه. ماشي، 16. ها، مين يزود؟ ماشي، 20. ها، ألاقونا. ها، 24. ها، البنات. 10. ها، 9. ها، 5. ها، حد هيزود؟ 7. ها، عدد لا نهائي. ها، حد هيضيف؟ طيب، ممكن سيبكم من الفزورة وسيبكم من القطع ومن الحل. هو البتاع ده مقيدني دكتور عادل، مفيش واحد أطول شوية؟ مش عايز أحس إن أنا بعيد عنكم يعني، الكنيسة باسم الصليب. ما أنا هقول لكم، أنا مش همشي غير لما تعرفوا يعني. طيب بصوا، أنا قلت لكم هنفكر لمدة كام ثانية. حلو قوي. حضراتكم وقعتوا في فخ كبير جدا، اللي هو محور المحاضرة بتاعتنا النهاردة، اسمه منطقة رد الفعل. وطول ما أنا واقع في المصيدة دي، فعالاتي هتبقى سريعة ومندفعة، وبالتالي العقل المنطقي التحليلي المفكر هيحصل له إن هو إيه؟ يقل شوية. ومين اللي بيتحرك؟ العقل الشعوري أو العاطفي أو اللي هو بتاع المشاعر، وده لما بيتحرك بيودينا سلامة. تمام؟ نعم؟ مش على طول، أنا عارف طبعا مش على طول يعني. طيب، في جملة حلوة جدا بتقول فكر قبل أن تتكلم وفكر قبل أن تعمل. لو ادينا نفسنا الفرصة 30 ثانية نفكر بجد ونتمعن في كلام الفزورة والمقصود والمطلوب منها، كان ممكن إجاباتنا تتغير. ولكن احنا سامحوني يعني، بطبعنا شعب متسرع شوية يعني، فاحنا بنحب الحاجة تتقال لنا هوب نروح ايه، بنرد على طول. وما أدراكم بالردود السريعة المندفعة اللي بتودينا في مكان احنا مش عايزينه. أول درس كده عايزين نتعلمه اللي فكر قبل أن تتكلم وفكر قبل أن تعمل، عشان نعمل كنترول للمشاعر والانفعالات بتاعتنا. رقم 2، كم حد في دماغه كيكة مدورة أو مربعة أو مستطيلة؟ اللي دماغه شكل من التقدم هيتيش تفكري. حلو قوي، كويس، ماشي. كان اسمك ايه؟ معلش، اسمك ايه؟ انا مريانة. هي اللي سألت سؤال، هي شكلها ايه؟ وحضرتك اسمك ايه يا حد؟ مينا. مينا قال في ابعاد معينة، في حاجة ناقصة، تمام؟ واكيد الأسئلة دي جت في دماغكم. بس ليه كلنا حتى لو ما سألناش، ليه الثلاث اشكال دول بس هم اللي بيجوا في دماغنا؟ الدايرة والمربع والمستطيل. ايوه، ده شكل الصواني اللي عند مامهاتنا فين؟ في البيت، ما بنعرفش غيره. طب في صينيه على شكل قلب؟ اه، بس مش متوفره في كل البيوت المصريه. في صينيه على شكل مثلا شجره كريسماس مثلا؟ اه، بس مش متوفره عندنا. ايه؟ فاحنا على حسب ما احنا متعودين بنتصرف وبنفكر وبننفعل وبنندفع، البرمجه اللي موجوده فين؟ في مخنا. ادي اول افتراض وهمي حضراتكم افترضتوه من غير ما نقوله. 2، كم واحد وهو بيقطع القطع قطعها بشكل متساوي، يعني كل قطع قد بعض، اللي عمل كده يرفع ايده. 1، 2، 3. حلو. ها، ليه؟ ماشي، هنشوف كمان شويه. طيب، متقسم بالتساوي. حلوه. طب بالله عليكم، انا قلت لكم قسم قد بعض. بس في افتراض في مخنا بما ان
في كيكه وفي تقطيع، اوعى تظلم حد، لازم كل الناس تاخد ايه؟ زي بعض. طب هل انا قلت لكم قسموا وودعوا؟ اتشك في لساني لو كنت قلت كده صح؟ امال اللي حصل ايه؟ انا قلت لكم قسموا بس. الافتراض رقم 3 وده صادم شويه بالنسبه لكم، كم واحد افترض ان الكيكه تتاكل؟ مول ها عايز خناق بقى دلوقتي. ها هو في كيكه ما تتاكلش؟ ها في كيكه ما تتاكلش؟ لو مثلا ده غير بتاعه ماما اللي بتبقى بايظه ولازقه في الصينيه، تمام؟ او بلاش نظلم ماما، في بتلزق؟ اتعلمي بقى. طيب كلمه كيكه واخده رمز او شفره في مخنا انها كيكه، ولما نيجي نقسم ونقطع لازم بالتساوي، وانها كيكه تتاكل وسعرات حراريه عاليه والدايته هيبوظ والدنيا هتخرب معانا. دي كلمه في ذهننا. طيب كل المفاهيم دي بلغه التنميه البشريه وعلم النفس بنسميها افتراضات وهميه مش حقيقيه. امتى يثبت انها حقيقيه؟ لما نثبتها فعلا انها ايه؟ حقيقيه. احنا بنتصرف بناء على اللي احنا اتربينا عليه او اللي احنا اتعودنا عليه، زي الست اللي عملت اكله سمك حلوه لجوزها وقال لها عاشت ايديكي، بس ليا سؤال، هو انت ليه بتقطعي راس السمكه في كل مره؟ قالت له ما اعرفش، انا اختي هي اللي معلماني. راحت سالت اختها قالت لها ماما اللي معلماني. راحت قالت لها انا خالتك اللي معلماني. راحت لخالته قالت لها انا ايه؟ تيتا اللي معلماني. راحت لتيتا قالت لها انا اختي اللي هي تيتا الثانيه هي اللي الحمد لله كانت عايشه. فقالت لها انت بتعملي كده هات. فقالت لها انا كان عندي طاسه صغيره ما بتشيلش السمكه كامله، فكنت سوي ودل، واحنا ما فيش حد فينا كلف خاطره وسال انتوا ليه بتعملوا كده يا جماعه. حتى التوازن النفسي اللي هو موضوع النهارده، احنا لو كان حد فينا شاف اللي اكبر منه متزن نفسيا وعارف يدير انفعالاته ومشاعره، كان ايه اللي هيحصل؟ كنا هنقلد، حتى لو صح او غلط بس كنا هنعمل ايه؟ كنا هنقلد صح. فاحنا عايزين النهارده نخرج بره دايره الافتراضات والمفاهيم الوهميه علشان ننجح في حياتنا مرحله الاتزان والسواء النفسي. عشان كده النهارده اسمها ايه؟ اوزنه. تمام. طيب نرجع بقى لفزوره كوستاس ماركيدز. مين جاب 5 غير حضرتك؟ حد جاب 5؟ طب ممكن السلايد اللي بعدها. 5 قطع ببساطه، ده واحد فيكم عمل ايه؟ نزل الاربع خطوط جنب بعض او نيمهم ايه؟ فوق بعض. كده كام قطعه؟ 1 2 3 4 5 او 1 2 3 4 ايه؟ 5. ممكن اللي بعدها. طب مين جاب 8؟ حلو قوي. عارفين صليب وعلامه فيه، 4 خطوط متقاطعين في نقطه واحده. مين جاب 9؟ حلو قوي. لعبه اكس او او اللي هي السودوكو، تمام. مين جاب 10؟ حلوه. وبالمناسبه 10 فما فوق ده بدايه تفكير مبدع. هل من مبدعون هنا يعني؟ انا دلوقتي تمام. بصوا 12 10 قطع علامه في وعلامه يساوي، بس في قطعه هتطلع قطعه هتطلع ايه؟ حلوه قوي. مين جاب 12؟ كان في حد رافع ايده؟ حد جاب 12؟ حلوه قوي. بصوا بقى الشكل اللي هيظهر ده، خطين بالطول وخط بالعرض، كده كام قطعه؟ ها اهي اخر واحده على الشمال، خطين بالطول وخط العرض 6، باقي لنا كام خط؟ 1. اي كيكه في الدنيا حتى لو لازقه في الصينيه ليها ايه؟ سمك او ارتفاع. فبنعمل ايه؟ ممكن نقسمها كده، ف2 في 6 بكام؟ ب 12. مين اللي جاب 20 حضرتك؟ ممكن تقول لنا ازاي؟ لو هيسمعوك على مش هيسمعوك تعالى امسك المايك. خلصوا، هم الأربعة دول نزلوا خلصوا. منين؟ أنت كريم قوي صح؟ لا هم 4 خطوط فقط لا غير، ويستخدموا مرة واحدة. تمام؟ حظ سعيد المرة القادمة. أوكي برافو عليك. ها ماشي. طيب ما يكونش في تقاطع؟
حلو بقى، فالشكل النهائي يكون ايه؟ احنا عايزين منتج، المنتج ده اللي هو كام قطعة؟ مش ها حد يوصل لاعداد اكبر من طيب بص، هو الحل النهائي للفزوره بتاعت تاس ماركيت 16 قطعه. هنفترض انها مربعه ومستطيله ومعانا كام خط؟ اربعه. اول خط هيقسمها نص، هحط على النص ده واقسم للمره الثانيه، اصبح معانا كام قطعه؟ اربعه. احط الاثنين اللي هنا على الاثنين اللي هنا واقسم المره الثالثه، اصبح معانا على الاربعه اللي هنا، واقسم للمره الاخيره يدي 16 قطعه. بس لو كيكه حقيقيه بقت الله يرحمها صح، لكن لو كيكه فيله او سفنجه او ماكيتا او ايا كان، ممكن اقسم من هنا للسنه الجايه. كوستاس بقى كان فاكر حد جاب اكتر من 16؟ حد كان بيقول 24 تقريبا برضه، هي دي اللي احنا هنتخيلها يعني. ماشي طيب، الراجل ده قال كده بالحق، انا رحت حفله عيد ميلاد بنت اخويا وراح مجمع وقايل لهم الفزوره، سمع كل الاجابات في ال 30 ثانيه بما فيهم ال 16، لغايه لما بنت كده كي جي 1 كي جي 2 قالت له ايه غلط، 16 ده مش اكبر عدد من القطع. فثقته بنفسه بدات ايه؟ تتهك شويه، ده انا اللي مخترع الفزوره يعني. فقالت له، قال لها طب ايه اكبر عدد؟ قالت له ما اعرفش، بس لو دخلت الاوضه اللي في وشك دي بنسبه 100% هتعرف. طبعا فضوله قلت له، دخل الاوضه لقى كيكه شكل اخطبوط، عباره عن راس الاخطبوط و20 رجل طالعه منه. يبقى لو قطعنا الكيكه بنفس النظريه بتاع نقسم نحطه في بعضه ونقسم ونحطه في بعضه يطلع. اذا عدد القطع بيتوقع على شكل الكيكه ولا حجم الكيكه؟ الشكل هو اللي بيفرق. طب ليه دوشت مخكم بالصوره دي عشان نطلع المحوريه اللي هتظهر دلوقتي؟ ودي تقريبا جوهر عمليه التغيير سلام يا ابونا والتوازن بشكل عام. الجمله دي بتقول تعتبر الموانع الافتراضات الوهميه بين قوسين مع افتراض صحتها اكبر عائق في طريقنا الى. يعني ايه بالبلد كده؟ يعني في شويه مفاهيم وافتراضات وهميه في مخنا، في شويه حواجز عقليه بتمنعنا عن اي حاجه ايجابيه عايزين نوصل لها. اقول لكم مثال بسيط على موضوع الافتراضات الوهميه. كم حد فيكم بيقول انا راحت عليا نومه؟ يقول انا راحت عليا نومه. طب اللي بيقول انا جت عليا نومه يرفع ايده. طب هي ولا جت؟ فكروا كده بالعقل المنطقي، راحت ولا جت؟ لو النومه راحت قوم والتزم بمواعيدي صح. طب لو النومه جت هنام. طب ليه بنقولها بالعكس؟ عشان اتعودنا على ده. طب لو حد النهارده اعتذر عشان تعبان، بنسال فلان ايه؟ بيقولوا لنا اصل هو بعافيه شويه. هو بعافيه دي يعني ايه؟ يعني صحته ايه؟ مع ان هو في البيت ماله؟ ليه برضه بنقول الكلام بعكسه؟ اتعودنا. فاحنا عايزين النهارده ناخد قرار كده شجاع ونخرج بره المناطق الراحه اللي احنا اتعودنا عليها والمفاهيم والافتراضات الوهميه عشان نوصل لمرحله استواء والاتزان النفسي. موافقين؟ السامع موافقين؟ اللي مش هيرد هيروح حته ثانيه. طيب ندخل على بالموضوع، كل ده احنا لسه بنسخن والنهارده اليوم مش هطول عليكم يعني. ممكن السلايد بعد التوازن النفسي. ناخد كده شويه سمات للشخص المتزن نفسيا زي الراجل اللي ماشي على الحبل ده كده، ومنه نطلع بالخلاصه ازاي اكون شخص متزن نفسيا واتعامل مع الاحداث المحيطه والمواقف اللي بتحصل لي في حياتي، وبالاخص الاشخاص اللي بيعاملوني بطريقه ممكن تفقدني السلام الداخلي بتاعي. اول نقطه، الشخص المتزن نفسيا يتميز بان هو عنده رؤيه هدف واضح والمكمل ليهم الثقه بالنفس. سليمان الحكيم بيقول جدا بالرؤيه ها حد حافظ يجمع، برافو عليك، يجمع الشعب. اي حد ما عندوش رؤيه الحياه هتجيبه وتوديه، المواقف هتتحكم فيه. كان في مره، ودي قصه حقيقيه بالمناسبه، واحد عامل في احدى الشركات، شركات البترول السعوديه، بعد يوم
من الشغل والجو حر جدا، كانوا لسه جايبين كولدير جديد بالكيسه بتاعته. فالراجل بقى كان معاه ازازه ميه فاضيه وشاف الميه الساعه، فضل جري بقى مشوار عشان يوصل للايه؟ للكولدير. ملى الازازه ولسه بيشرب وبيحط الازازه على بقه، لقى في ايد نزل الازازه من على بقه. خير؟ الكولدير ده للمهندسين فقط، من العمال تروح تشرب منين؟ من الحنفيه. قبل ما اقول لكم الراجل عمل ايه، لو انتم مكانه تعملوا ايه؟ بالمناسبه اللي كان بيقول شركه، ها لو حد قال لكم كده تعملوا ايه؟ لو المدير الوضع يختلف، ها مين هيضرب؟ ها شرير انت ماشي. اوكي ها، لا هو بيتكلم بجد، ده حقيقي بجد يعني. ماشي، بافتراض ان حضرتك سالتي وطلع ان الكلام بجد، الكولدير ده للمهندسين وليس للعمال. ماشي ايوه انا عارف اللي هو انا اتفضل الايه؟ فين كولدير العمال؟ لا من الحنفيه بقى، ولازم يبقى في كولدير بقى. تمام؟ ها طيب ايه كمان؟ ايوه هو ده يا جماعه السلوك اللي كلنا هنعمله تاني يعني، صح؟ اشكر صراحتك يعني. هات له الميه في وشه وهعمل ايه تاني؟ طلعي بقى اللي جواكي، طلعي الغل اللي جواكي. طيب ها مش كله هيعمل كده، انا معاك انا بهزر طبعا يعني. طيب بصوا بقى، الشخص ده سمع الكلمتين ونزل الازازه، يا عيني ما شربش، راح البيت قال لمراته انا قررت ادرس كليه الهندسه. ليه؟ عشان كذا 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 كذا، درس كليه الهندسه واتخرج في الماستر والدكتور، وبعدين اتخرج ومعاه شهادات عليا ورجع اشتغل في نفس الشركه مدير هذه الشركه. كان ما لسه مدير ولا لا؟ الشخص ده بالمناسبه اسمه دكتور وزير البترول السعودي، تمام؟ وتشاء الاقدار زي ما بيقولوا يعني ان المدير القديم كان موجود لسه في الشركة بس بقى يعني في مرتبة أقل، ودخل يمضي جواب أجازة أو طلب أجازة، فبيقول له أرجو إن الموقف بتاع كام سنة ورا ما يأثرش على يعني العلاقة اللي بيني وبينك، ما يأثرش على طلب الأجازة. لو بالعكس، ده أنا بشكرك جدا لأن بسبب الموقف ده ما كنتش أنا هبقى فين. بصوا بقى يعني طبعا مش كلنا هنعمل ده ومش كلنا هنعرف نعمل ده، لأن دي حاجة يعني تحدي عالي جدا، ولكن بيستقبل الموضوع ازاي؟ ها اتفضل. تمام حلو قوي. ما انا بقول الفكره في ايه؟ انا طبعا هو الواقع المصري للاسف المرير بيقول لنا اللي حضرتك بتقوله، تمام؟ ولكن في ناس عرف وسط الصعاب الى المثالي. دكتور ماهر صمويل بيقول جمله حلوه جدا، الاشخاص الناجحون هم من يصلون الى المثالي في اصعب واحلك الظروف. هو مش مطلوب مننا كلنا ناخد نفس القرار اللي خده علي النعيمي خالص، ولكن المطلوب مني اكونترول الاستجابه بتاعتي. هل انا عندي رؤيه وهدف؟ هل انا واثق من نفسي؟ ولا كلمه زي اللي قالها لي دي تقل مني وتهز الصورة الذاتية بتاعتي؟ طبعا باختلاف استجاباتنا وباختلاف الموقف وباختلاف الأوضاع اللي بتحكمنا والثانوية العامة وما شابه، استجاباتنا هتختلف. ولكن مين اللي بيفقد التوازن بتاعه؟ الشخص غير الواثق من نفسه. نقطة كمان، الشخص المتعدد قدرة عالية جدا ان هو يشوف نفسه ويشوف الآخرين من زوايا رؤية مختلفة، ودي بنسميها بين قوسين المرونة. هنا بنقول الشخص الأكثر مرونة هو الأكثر نجاحا، هو اللي بيعرف يتعامل بطريقة مرنة جدا مع كل المواقف. والمرونة ليست معناها التساهل، المرونة معناها القدرة على التكيف. بالمناسبة أحد معايير الصحة النفسية هي القدرة على التكيف، فلو عنديش القدرة على التكيف أو فاقد للمرونة، إذا صحتي النفسية مالها؟ نقول بقى صح فيها خلل، محتاج ان انا اراجع
النفس بتاعتي. يبقى بيبص للامور ولنفسه من زوايا مختلفه، يتقبل النقد بطريقه موضوعيه وحياديه بشكل كبير جدا. لو حد قال له على فكره انت غلط وماله، ممكن تقول لي غلط، ولو فعلا الغلط ده ثبت ان هو غلط انا ما عنديش مشكله اصلحه. بصوا بقى النفسيه بتاعته استريتشد ازاي. حد تاني لو قلنا له حضرتك غلط هيعمل ايه؟ انا اللي غلط؟ ده انت فيك كل الغلط. ويبدا بقى ايه، تمام. ممكن بالمناسبه مش عارف قريته دي على الفيسبوك ولا لا، لو حد مش عارف نقاط ضعفه ايه فبيقول لك اسال زوجتك او قول لزوجتك نقطه ضعف واحده بس، فهي تقول ايه نقطه الضعف اللي فيك وفي عيلتك وفي كل الناس يعني. تمام، بهزار طبعا يعني. اوكي، يتقبل النقد بموضوعيه شديده جدا، يفكر ايجابيا، مش عايز كل الوقت لان مش كلنا بنعرف نمر في ده، بس على الاقل اغلب الوقت. والتفكير الايجابي عكسه على طول التفكير السلبي. مشكلة الأفكار السلبية إنها سهلة والمخ بيستقبلها أسرع وذبذبتها في المخ أعلى، فهي اللي بتاخد المساحة الأكبر. عشان كده لو عايزين نغير فكرة سلبية بفكرة إيجابية محتاجين نحط 10 أفكار إيجابية قدام الفكرة الإيه؟ السلبية دي. يعني لو واحد مثلا مقتنع إن هو محتاج يقنع نفسه ويقول لنفسه أنا ناجح أنا ناجح، دعم الكلام بافعال نجاح، فايه اللي يحصل؟ الفكره السلبيه يحصل لها عمليه تنقيص، والفكره الايجابيه يحصل لها عمليه ايه؟ تصعيد. دي بنسميها تكنيك التصعيد والتنقيص. الشخص المتزن بيركز على الحلول، وده علم ظهر حديثا، وعلم التركيز على الحلول. في ناس تحصل المشكله يحصر نفسه جواها ويفقد سلامه الداخلي ويفقد مشاعره جواها، ويبقى هو جزء لا يتجزأ من المشكلة. وفي ناس تانية بتعرف تفصل نفسها عن المشكلة وتخرج نفسها بره المشكلة، تبص لها من ما يسمى الهليكوبتر كاميرا وتقول لها كده ايه، هتتحلي يعني هتتحلي. شكل هتخبط وترزع فينا، صحيح الدنيا مليانة يعني صعوبات طبعا، ولكن في ناس بتقبل بنوع من الإيجابية وتفكر ان المشكلة دي فرصة اكيد هطلع من وراها بحاجة حلوة، اللي هي بينظر الى المحنة عشان المنحة جوه الايه؟ جوه المحنة. تمام؟ طيب سمات الشخص المتزن كالنقطة اللي بعدها، اكثر قدرة على ممارسة النقد الذاتي لنفسه يعني، وينتقد الاخرين بطريقة حلوة جدا. حد سمع عن نظرية اسمها سندويتش النقد او سندويتش المديح؟ حلوة قوي. العيش الكايزر عن ايه؟ طبقة العيش من فوق، طبقة عيش من تحت، والاكل فين؟ والاكل في النص. فانا لما اكون عايز انتقد اللي قدامي، الشخص المتقي يراعي نفسية الناس اللي قدامه، يبدأ الكلام بطريقة ايجابية، يا فلان انا عارف ان انت ملتزم جدا، بس كلام بجد ايجابي بجد، مش بنافق او بأداهم الشخص اللي قدامي. انا عارف ان انت ملتزم، لكن انت اخطأت وقصرت 1 2 3، واعمل هايلايت كده على الحاجات اللي وقع فيها. طيب انهي كلامي بايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. ليه بقى؟ عشان علميا المخ بيبني على اخر حاجه بتروح له، فهو بيعرف ينتقد نفسه ذاتيا ومش بيجلد نفسه، بيقول بولا على فكره انت غلطت في كذا ومحتاج لحظه، بولا انت غلطت في كذا وانت فاشل وانت ما بتعرفش وانت تفضل بعمرك كده. ده اسمه جلد الايه؟ اللي هو انا بحط نفسي في دايره الملامه وللنقد المستمر طول الوقت. ولو انا عملت مع الاخرين، فاحنا عايزين نوصل ان احنا نمارس النقد الذاتي بايجابيه، وبعد شويه نعرف ننتقد الاخرين بطريقه برضو ايجابيه. وبالمناسبه ليها ثمن، دايما كده بقول كل سلعه غاليه ليها ثمن غالي. لو قادر تدفع الثمن الغالي هتاخد السلعة الايه؟ الغالية. طب لو مش معايا الثمن ده يبقى خليني في السلعة اللي ايه؟ اللي على قد فلوسي. هيبقى في ألم مصاحب بعض الانتقادات طبيعي، ولكن الشخص اللي عايز ينمو ويتزن طول الوقت في حياته هيتقبل فكرة الألم المصاحب للنقد، سواء من نفسه لنفسه أو من الآخرين لمين؟ لنفسه. نقطة أخيرة في سمات الشخص المتزن، يملك القدرة على التعامل مع الواقع بطريقة مناسبة. جملة كده محركة للأشخاص المتزنين والأسوياء نفسيا بتقول اقبل
واقعك وارفض موقعك. يعني مثلا فرضا ان حد اتولد في بيئة فقيرة، ده الواقع بتاعه، قدامه قرار من الاتنين، يا اما يكمل على نفس المنوال او ان هو يقبل الواقع اللي اتوجد فيه بس يرفض موقعه فين في الواقع ده، ويبدأ بقى يغير طريقة تفكيره، يبدأ يغير ازاي يعمل بيزنس صغير يجيب لي فلوس وهكذا، فيخرج بره دايرة الفقر اللي هو اتوجد فيها. لكن احنا بنلوم الظروف وبنلوم الاوضاع و و و الى اخره، حصل ان احنا ايه ما بنعرفش نتكيف مع هذا الواقع. يبقى هو بيقبل الواقع، يقبل ما يمكن قبوله، يغير ما يمكن تغييره، ويبدا يتكيف مع دي كده سمات الشخص الايه اللي هو المتزن نفسيا. تعالوا كده ناخد الخلاصه بتاعه الموضوع في السلايد اللي جاي. كلنا عارفين ثالوث الانسان صح، النفس والجسد والايه المثلث ده، لو في حته فيها خلل هيحصل ايه؟ هتاثر على باقي الاضلاع بتاعه المثلث. لو نفسيتي مضطربه، القسم السورياني بيقول جمله حلوه جدا بتدرس في علم المشوره، الف به مشوره، لا يمكن ان نعبد الله بنفوس مريضه. طب هل ده معناه ان احنا ما نعبدش ربنا طول ما عندنا عدم اتزان جوانا؟ اطلاقا. ولكن طول ما المشكله عارف اتعامل معاها ومش حطيتها قدامي وعندي النيه ان احلها، المشكله دي هتفصلني حبه بحبه عن مين؟ عن ربنا. طيب رباعيه التوازن، احنا هناخد الاربعه اللي جايين دول، الجسم والجيب اللي بنحط فيه فلوسنا يعني، والنفس ايه سوري القلب والعقل. تاني عندنا اربع حاجات، الجسم والجيب والايه او القلب والعقل والقلب. تمام. طيب نبدا بالجسم. كم واحد بينام اكتر من 12 ساعه بالامان؟ طيب اقل من ال 12 بشويه، يعني 10 ساعات، 9 ساعات، 8، 7، 6، 5. طيب حد بينام 3 ساعات حاجه زي كده يعني؟ الناس اللي عندهم ارق دايما. اوكي 4 ساعات. طيب اعمار كل اللي موجودين في الكنيسه، يعني الرقم الصحيح لساعات النوم ما بين 6 ل 7 ساعات. ده بيدي الجسم كفايه من النشاط عشان يقوم بقى يشتغل. حلو قوي. هقول لك ليه، لان في حاجات كده مكمله لبعضيها، لو حصل خلل في حته معينه هتلاقي نفسك صاحيه مكسره ومدغدغه تمام. اوكي بس استني عليا سيكه كده. تمام. طيب النوم مهم جدا، ساعات النوم تتظبط، لان دايما كده في مهاره اداره الوقت، عايز تظبط وقتك ابدا باداره ساعات نومك. علاقه ده بالتوازن النفسي. في قاعده مهمه جدا في علم البرمجه وفي لغه الجسد بتقول ايه؟ العقل والجسم كل منهما يؤثر في الاخر. فانا لو انا صاحي مرهق جسديا، ذهني هيبقى منفتح ولا لا؟ لا. افكاري ايه؟ هل هتبقى اميل للافكار الايجابيه ولا الافكار السلبيه؟ اميل للافكار السلبيه. الافكار السلبيه بترتبط بالمشاعر السلبيه فيؤدي الى سلوكيات سلبيه. كل ده بسبب الايه؟ شويه نوم زياده او شويه نوم اقل. عشان كده قلت لكم احنا يعني الثلاث في واحد كده. تمام. لو ركن باظ او حته اختلت هتاثر على الباقي. لازم ساعات النوم تتظبط عشان ده هيرفلكت على التوازن النفسي. الاكل، وهنا بقى يعني ايه حدث ولا ايه ولا بالامانه، كام واحد بياكل اكل صحي الهيلثي فود بالامانه كده؟ يرفع ايده. اوقات لا، اللي دايما حاطط كده نظام غذائي يعني ايجابي لنفسه. انا اقول واحد بالشوارع صح. بصوا يعني اللي عايز يظبطها صح يعني هيعرف، واللي مش عايز طلع 100 تلقيكه و100 حجه عشان ايه يعمل ده.
فود او الجانك فود، الحاجات اللي بناكلها من الشارع دي كلها بتبوظ الجسم، فبتعمل لنا تخمه بقى وتعمل لنا بعد الشر امراض و و و الى اخره، فبرضه بتاثر على الجسم والاعضاء بتاعته، فيحصل ما يسمى بالخمول. ممكن كتير قوي وحاسس ان انا مش قايت من الايه، ممكن يكون بسبب ايه، ان الاكل انا مش واكل كويس او الرياضه. الله انا يعني في حاله من الديناميه او الديناميكيه يعني الحركه، بس احنا وخصوصا المصريين مش عايز اعمم يعني، شعب اميل للسرير، بيحب الايه الانتخ يعني. تمام، نرجع من الشغل، ها ليه مش ليه مش ليه كده يعني، ايه ده يمكن استثناء للقاعده، ده حاجه حلوه يعني. تمام انتوا عارفين اللي سافر فيكوا بره، اللي سافر فيكوا بره او اللي يعرف، وانا ما سافرتش، بس الويك اند عندهم هو ويك اند مش نوم، هو خروج وتنطيط وطاقه ايجابيه وتجديد للذهن والجسم، هو ده الويك اند المفروض يعني. بس انا عندنا الويك اند بنعمل ايه، يا اما بنقفل على نفسنا نفكر في بلاوي الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي جاي، تمام، او ان احنا نقعد نكتئب لما نخرج مع بعض كل واحد مع الموبايل بتاعه، فاحنا في دنيا لوحدنا، فكل ده بيخلينا مش بنستمتع. والانسان بطبعه باحث عن السعاده، فلما ما يلاقيش السعاده يحصل ايه، التوازن النفسي يبدا يختل. تمام، يبقى كل ده بسبب النوم، كل ده في الجسم، النوم مش كفايه سواء قليل زياده، الاكل بتاعنا مش صحي ومش في مواعيد وفترات منتظمه. ويمكن انا سمعت من دكتور حتى باطني او حتى بتاع تخسيس، ان افضل طريقة للاكل الصحي 8-2-6. ايوة الله ينور عليك، حد سمع الطريقة دي قبل كده 8-2-6؟ اللي هي ايه؟ فطار 8 الصبح مش بعد كده، الغداء 2 الظهر بعد كده، وبعد كده العشاء الساعة كام؟ اللي راح فيكوا الانافورة، على فكرة عاملين السيستم ده عشان في ناس كتير اجانب بيروحوا، فهم ماشيين بنفس السيستم 8 كام؟ 2-6. تمام؟ طيب ندخل بقى على الجيب، كم حد في حضراتكم بيشتغل؟ كم حد بيدرس؟ اللي بيدرس دي مهنته، اللي بيشتغل كده كده الشغلانه بتاعته هي الايه؟ المهنه بتاعته. يا ترى اخباري ايه في الحياه المهنيه بتاعتي؟ هل انا بروح الصبح الشغل بنفس راضيه وابتسامه مشرقه؟ ايوه. يوم التلات ما افتكرش يعني. تعرفين في مره قررت اعمل تدريب الصبح، ابص في خلق الناس وهي نازله الصبح، انا بنزل، انا شغال في مدرسه، انا مسؤول التدريب في سنه ارساني لو حد يعرف المدرسه دي، فانا بنزل بدري، فبنزل ابص على خلق الناس وخصوصا العربيات، بحس كلهم ماسكين الدركسيون كده، كان حاجه غلط، في حاجه في الميكانيزم بتاعت مخهم وجسمهم بيتحركوا، هي ايه انا لغايه دلوقتي مش عارفها. مراته ضرباه بالشلاليت قبل ما ينزل، متخانق مع دبان وشه، نازله مش معاها بوكيت ماني بتاع، كل دي حاجات تاثر على الناحيه النفسيه بتاعتنا. فنروح الشغل بتاعنا الانجاز بتاعنا والاداء اخباره ايه؟ هاي ليفل ولا ده احنا تحت اللو بكتير يعني؟ تمام، نازلين بقى، عارفين مرسي منحدر الصوت. تمام. طيب النقطه الثانيه في موضوع الجيب او التعامل مع الماديات، المشتريات. يا عبد الصمد، هي تمام. احنا اخبارنا ايه في التعامل مع الفلوس؟ هل بنشتري اي حاجه وخلاص؟ في ناس على فكره من كتر ما بيجي لها بعض الاعاقات النفسيه او الامراض النفسيه، يا تاكل كتير يا ما تاكلش خالص، يا تنام كتير يا تنام قليل، يا تشتري كتير يا تعمل عمليه يعني تقفل الحنفيه خالص. وفي الغالب اللي بيحصل نوع من انواع الافراط في العاده السلبيه. في ناس تبقى نازله معاها 100 جنيه ترجع من غيرها، وفي ناس تبقى نازله معاها 100 جنيه ترجع ممكن يفيد من ال 100 جنيه، بس هو يعمل اداره لهذه الاموال اللي في جيبه. وما اكذبش عليكم لغايه دلوقتي الحته دي، يعني انا مقر بان انا عندي نقطه ضعف في الحته دي، بس انا بحاول ان انا اشوف ايه الاولويه بالنسبه لي علشان اجيبه. تمام؟ يبقى المشتريات بتصب برضو في الحته النفسيه. الموازنه الشخصيه او بين قوسين بنسميها الادخار والاستثمار. كم واحد بيدخر؟
طبعا بعيدا عن الآية الكتابية يعني لا تهتموا للغد، وهنا لا تهتموا مش معناها ما تخططوش للغد، معناها ما تقلقوش من الغد، ده التفتيش الأدق يعني. مين بيدخر؟ طب مين بيستثمر؟ ومين اللي ما بيعمل؟ طيب الله ينور عليكم. تمام. بص يا جماعة، ربنا ادانا العقل ده علشان نفكر بيه، ماشي؟ فده كنز كبير احنا حاطينه في التلاجة، فاحنا عايزين نفتح الفريزر ونشد الفيشة عشان يفك شوية ونبدأ ايه نستخدمه. نستخدمه في ايه بقى؟ في ان احنا نعمل بيزنس صغير، ان احنا نفكر ازاي اترقى في وظيفتي، ازاي اوصل لبوزيشن اعلى، ازاي انمي السوفت سكيلز بتاعتي، ازاي وازاي وازاي، كل ده من خلال الفلوس المتوفرة معايا. تمام. طيب اخر حاجتين عشان وقت حضراتكم، القلب والعقل. وبالمناسبة مش ده نفس الترتيب اللي هو المفروض لحضراتكم تعملوه، يعني كلهم في synchronization كده، يعني في تزامن مع بعض، يعني كلهم شغالين في نفس الايه في خطوط متوازية. تمام. القلب علاقتي مع ربنا، وهنا ما اقصدش ان انا يعني بروح الجلسات، لا، العلاقة مقصود بها العلاقة الحية مع الله، اللي هي فكرة حياة الشركة مع ربنا. مين اللي بيوصل لده؟ وكل ما هوصل للحتة العالية دي، الحتة النفسية بتاعتي بتبقى أعلى، والسواء النفسي بتاعي بيبقى أعلى، ورؤيتي ومزورتي في قياس الأمور اللي حواليا بتبقى إيه؟ مختلفة. فكل ما علاقتي بربنا تعلى، كل ما أخد الحاجات التانية وتروح معها إيه؟ تعلى. فطبعا انا مش هتكلم فيه، لان كل واحد ليه الناموس اللي ماشي عليه، او ليه الوسائط اللي مع اب اعترافه اللي بيتحرك بيها. فبس الحاجات المتفق عليها اللي هي الاسرار الكنيسة والتناول و الى اخره، كل دي بتزود العلاقة مع الله. الحب، الحب مش مقصود اتنين ولد وبنت او بنت ولد يحبوا بعض، المقصود الحب بقى، يعني الحب الناس بتقضيها. هل انا اكن مشاعر احترام وتقدير وحب للناس اللي قدامي، ولا انا طول اليوم في حاله من البغضه والحواجز النفسيه والحدود الصارمه اللي بيني وبينهم؟ كل ده على فكره بيخليني طول الوقت تنشن، فلان بص لي بص مش حلوه فحسيت ان انا اقل منه بسبب البصه دي، فلان كرامتي وهزت شخصيتي، فلان مش عارف ايه، كل ده بسبب ايه؟ فقدان المشاعر الايجابيه بتاعه الحب. فطبعا دي ما ينفعش تتقدم في محاضره، لان دي محتاج تعايش، يعني ان انا احب الاخرين بلا شك. وطبعا مختلف، يعني مش احب مديري زي ما احب اختي، زي ما بابا، زي ما احب ماما، الحب اساسه واحد، لكن الطريقه والدرجه هي اللي بتختلف. الهوايه بقى، احد الفلاسفه والكتاب بيتكلم عن الهوايه انها منعشه للقلب والعقل والحياه بشكل عام. وفي فرق بين الهوايه والموهبه بالمناسبه، الهوايات اللي احنا بنمارسها يوميا، موهبه اللي ربنا حطها فين؟ حطها جوانا واتولدنا بيها. فاحنا عايزين ندور على الهوايات بتاعتنا واشوف ايه اللي انا بيديني راحه واعمله. يعني في ناس لما تكون متضايقه تكتب قلم وتعمل ايه؟ ترسم او في ناس لما تكون متضايقه بتدخل تسمع موسيقى، في ناس بتقرا، في ناس الى اخره من الهوايات. فكل ما الهوايات بتبقى موجوده بمارسها، كل ما هيصب على الحاله النفسيه بتاعتي بالايجاب. اخر نقطه، العقل. وهنا العقل بقى جواه النفس والمشاعر. العقل مقصود بيه اول حاجه اعرف، اعرف ايه؟ اعرف الثلاثه اللي فوق واحددهم كويس جدا، فانا واقع في ايه واصلحه. واقع في الناحيه المهنيه اظبطها، مشتريات اظبطها، واقع في العلاقة الروحية بيني وبين ربنا أظبطها. يبقى هنا دور المعرفة، والآية الشهيرة هلك شعب بسبب إيه؟ عدم المعرفة. وهنا ما يقصدش المعرفة الروحية بس، وجهة نظري يقصد المعرفة بشكل عام. تمام؟ طيب حاجة تانية، الأفكار والمشاعر. أي سلوك بنعمله في حياتنا أصله فكرة، فلو عايزين نغير السلوك نعمل إيه؟ عشان كده بولس الرسول قال لنا الآية الشهيرة، يعني تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ بتجديد اذهانكم. آية تانية قالها سليمان الحكيم، كما يشعر في نفسه هكذا ايه؟ هو. هنا يشعر او يفكر في نفسه، فالمشاعر بتاعته هتنعكس بنفس الطريقة اللي بيفكر بيها، وبالتالي السلوكيات بنفس الطريقة، والنتائج او المخرجات نفس الطريقة بالظبط. فمحتاجين نراجع افكارنا،
هل هي ايجابيه ولا لا، محتاجين الافكار الايجابيه فتنعكس علينا شعوريا فيطلع سلوك ايجابي طول الوقت. ده كده رباعيه توازن النفسي. تمام لغايه كده، في اي سؤال؟ ها اي سؤال؟ طيب نختم بلعبه صغيره كده ونشوف مين الشخص الاكثر مرونه فكريا، لان المرونه قبل ما تكون نفسيه هي مرونه ايه؟ فكريه. تمام، هل يجوز ان يتزوج 5 زوجات؟ وقعت. نعم الدين بيقول ايه؟ بص هقول لكم على حاجه صغيره. عارفين الفخ اللي وقعتوا فيه في اول المحاضره؟ الناس اول عامل زي لا وهنا صح؟ ليه لا القاطعه المباشره اللي ما فيهاش حته تفكير؟ يعني بصوا هدوا سرعه التفكير فتهدى سرعه الانفعالات فالنتائج تكون ايجابيه اكتر. نعيد السؤال تاني، هل يجوز لزوج ان يتزوج 5 زوجات؟ موافق. اوكي ها يجوز صح؟ طيب كم واحد جه في دماغه بالامان ان الزوج ده كريستيان؟ طيب هل انا قلت ان الزوج ده مسيحي؟ حلو. هل انا ما قلتش دينه معينه؟ الحاجه الثانيه، ينفع يبقى زوج يعني ينفع يبقى زوج دبل يعني زوج زوج من بالزوج اللي هو الهازباند يعني؟ تمام. طب ينفع يبقى زوج كائن حي غير عاقل؟ ينفع، بس احنا عشان نحشر نفسنا وبنحصر افكارنا في مربع اللي بنسميه البوكس بتاع التفكير ده ما بنعرفش نخترقه ونطلع ايه بره. يجوز ان جوز يتجوز 5 زوجات، ممكن واحده تموت لو هو مسيحي ويتجوز تاني، او لو مثلا خد قرار من الكنيسه ببطلان زواج ويتجوز تاني، او لو هو ان كريستيان ممكن يتجوز 4 وما ملكت ايمانهم. تمام، او ما يكونش ليه اصلا ولا دين ولا اي حاجه ويفضل يتجوز طول النهار رايح جاي صح. يبقى كلها لما افكر محتاج فكر قبل ان تتكلم وفكر قبل ان تعمل، ده هيقودني لايه؟ هيقودني لتوازن نفسي. نختم بالايه الشهيره اللي قالها يعقوب الرسول، ليكن كل انسان مسرعا فيه اجتماع مبتئا فيه طبقا لعلم النفس. الايه دي لما نيجي نترجمها نفسيا، لما بتكلم اهدى وبسمع اكتر بفهم فبعرف ارد فحافظت على توازن النفسي وسلام الداخلي وما انفعلتش وما دفعتش وخسرت كل ايه؟ كل حاجه. شكرا ليكم. دايما كده يعني نفسي وسلام داخلي وصلواتكم، ولو في اي حاجه انا تحت امركم هسيبكم الاكونت بتاعي. مرسي، شكرا ليكم.